من منطلق دعم الصحف المحلية لإنجازات الشباب الكويتي ومن باب العمل على تشجيعهم لتحقيق المزيد منها، تداولت الصحف الإلكترونية المحلية خبر نجاح بطل الغوص الكويتي عبد الله العمران في الوصول إلى عمق 50 مترا بفئة الزعانف المزدوجة ببطولة الذهب الدولية للغوص الحر. وهذا وتتمنى وزارة الإعلام المزيد من التوفيق والنجاح للشباب الكويتي.